قبل عقد من الزمن منحت مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية المتظاهرين الشباب خلال الربيع العربي وسيلة تقنية ساعدتهم على الإطاحة بأنظمة متسلطة ومتجذرة بعد أن انتشرت بواسطتها روح الثورة. بعد مضي 20 سنوات على ثورات الربيع العربي، تواصل تونس عملية التحول الديمقراطي متميزة عن الدول الأخرى التي قامت فيها انتفاضات شعبية، لكنها وقعت فريسة القمع أو الحرب أو الفوضى. قبل الثورة كنا نشطاء بشكل أساسي ضد الدكتاتورية عبر الإنترنت، ولكن بشكل خاص ضد رقابة بن علي. بعد الثورة أصبحنا إعلاماً ملتزماً بالقضايا التي دافعنا عنها من قبل كالحريات المدنية وحقوق الإنسان. وتم تسخير السخط الذي كان يطبخ على نار هادئة منذ فترة طويلة في الأوساط الشعبية الفقيرة، وعرف الناشطون البارعون في مجال التكنولوجيا والمتحدرون بمعظمهم من الطبقة الوسطى كيف يضاعفونه لتظهير حركة جماهيرية ما لبثت أن انتشرت من المغرب إلى إيران. وأصبحت الهواتف الذكية بكاميراتها سلاحاً للمواطنين في حرب المعلومات التي سمحت للجميع تقريباً أن يصبحوا شهوداً وينظموا أنفسهم في تعبئة شاملة بالهواتف الذكية. نتناول مواضيع تثير غضب الناس كالعدالة الانتقالية ومراقبة التحركات الاحتجاجية والتحركات الاجتماعية والتنديد بمصانع عدة تؤثر في البيئة، إضافة إلى الانتهاكات والقمع الممارس من قبل الشرطة. وفي المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، لا تزال معظم الدول العربية اليوم قريبة من القاع، والمكان الوحيد الذي يقدم بصيص أمل هو تونس. وعلى الرغم من اتساع رقعة الفقر وتفشي الوباء، تفخر تونس اليوم باكتساب تقاليد علمانية وديمقراطية، وإن كانت لا تزال هشة، وحرية تعبير النسبية في منطقة تهيمن عليها أنظمة شمولية.